إبرايق إبليون 8 من جرقة خاور تلتصر جورت كانت قولة خاصة آئلي نيشد من ديانة بماري وإتلن خاحتخا جورت كانت إلي تيوة اليمينة ترونس الله يبشمية وبيواذا إلي خدمة جوبت مقصشة ومشكنا شارير آوت آران سيولي ولا برناشا سبب كل جورت كانت في شيء لرشيمة مقر قربانة ودوخي حتخ واجب إيرتوب أها هويلي من ذي المقروي إن هوي والأرأة هيش لهوي وكان سبب إيس الأرأة آني المقروي قربانة أغد ناموسى بما لإيلي آني كيسغذي قبث قدشة إيلي بدموسى طلاني ثد من دياني شمياناي آني كيسغذي قبث قدشة إيلي بدموسى طلاني ثد من دياني شمياناي أخفش لي ميرا الموشة إيما دثيرة واللبناية مشكنا زي أودت كل من ديانة بهاي دموسة بشلة مغزيسة ألوخ ألطورة إينا ديها هم قبل إغذا خلمة بوش الله ثمن خلمة داني كاني أخت إيلي مصآية خا قولة بوش سباي سابب بيشة إيلي شوت إسا القولة بوش سباي سبب إن لسوى مندي خلطة بها وقولة قامايا لهو يا ودوك اللط آل هاي تري إن آلها غزيلي خلطة بطيبة وميري ها بساينا يوماني بمارالي مريا إيمت أوذن قولة خاصة أم بث إسرائيل وأم بث إيهوذا لهو أخ قولة دويد لي أم بابا وسايبة ويوما دويقلب إذا سايم بوطيلي من مصر لنطر قولي وأنا لخشي ويلي بمالي لمريا آه إلي قولة بيت أوذني أم بيت إسرائيل من بارداني يوماني بمالي لمريا بيت متو الناموسي قري آني بيت كسفندن اللباوثي بيت هاون آلهي وآني بيت هاوي طيبي خينا ناشيج لي مالب الشواوي ولنا شمالب الأخوني بمالا ذي المريا سبب كل بيت يزيدي مسؤولة وهالجورة سبب بتفخن أولي خطية سيخنا لا تخرنن يمدمري قولة خاصة أو قام يبش لي عتيقة من ديت إيلي وتقدنا سيوة وقرب إيلي لمياسة